على المنافسه على الالقاب، لان هم عارفين كويس قوي ان تيشيرت النادي الاهلي زي ما قال كابتن اشرف توفيق تيشيرت النادي الاهلي تقيل جدا. وخليني بس انا عايز استأطرك لحاجه مهمه، ان النادي الاهلي ليه اسلوب معين. معلش انا اسف هخرج شويه عن الاخبار بس الحقيقه لازم اقولها، ودي يعني رساله انا بوجهها لكل لاعب بيفكر انه ينتقل للنادي الاهلي. النادي الاهلي ليه اسلوب معين في الدخول اليه والبقاء فيه والخروج منه. قيم ومبادئ النادي الاهلي مش كلام بيتقال، لا دي حقيقه. انا كهيثم السعيد انا ادركتها جيدا، وكانت من الاسباب الاساسيه لعشقي لهذا الكيان. انت وانت داخل النادي الاهلي لازم تبقى عارف انه هتخش باسلوب معين، انت لاعب بتتمرن، المدير الفني هو زي ما بيقولوا الكل في الكل او هو كل شيء، اي حاجه بتنقلها للمدير الفني، مفيش اي تعدي اداري غير المدير الفني، لاعب وبس، مفيش اي خروج عن النص. ده وانت داخل النادي الاهلي وانت جوه النادي الاهلي. لما تيجي تخرج من النادي الاهلي وده طبيعي، اي لاعب لازم هيبطل، ما هو مش ممكن هتفضل طول عمرك تلعب، هتبطل، لازم تخرج بكل ادب وبكل احترام، لانه النادي الاهلي مش بس ان انت خلصت لعب فخلاص علاقتك اتقطعت بالنادي الاهلي، النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي تفضل فاكراك، ودي مشكله يمكن في كتير، وللاسف الموضوع ده وقع فيه لعيبه ولعيبه ليهم اسامي كبيره. النادي الاهلي لما تخرج منه تخرج منه باسلوب زي ما تخشه باسلوب. فده انا بقولها ليه، لان اكيد في ناس بتتفرج علينا ولاعبين ناشئين ممكن في يوم من الايام ينتقلوا للنادي الاهلي. لازم تبقى عارف انت جاي على ايه، ولازم تبقى عارف النادي الاهلي مؤسسه عامله ازاي، ومش بس اللعيبه، لا ده اي كادر، يعني مدير فني دخل النادي الاهلي واشتغل فيه برضه لازم يخرج باسلوب معين. النادي الاهلي ليه قيم ومبادئ وخطوط حمراء. انا عايز اقول لكم ان حتى الخطوط الحمراء دي اتنقلت لجمهور النادي الاهلي، هتلاقي جمهور النادي الاهلي اكتر جمهور يمكن عارف وفاهم ده. هتلاقي حتى الجمهور ممكن لو عملت استفتاء صغير على السوشيال ميديا عن حاجه معينه هتلاقي الجمهور بياخد القرار الصح. ليه؟ لان هو شاف ادارته وشاف لعيبته وشاف السيستم ده اللي توارثته اجيال بيتطبق ازاي. انا اسف ان انا خرجت بره الاخبار، بس الحقيقه دي انا كنت رساله جوايا كنت عايز اوصلها في اول حلقه، وهي جت بظروفها كده معلش، بس انا حبيت ااكد عليها انه مهم جدا كل واحد يبقى عارف ان النادي الاهلي ده مؤسسه مش سهله ان انت داخل بس تلعب وخلاص، لا لازم تبقى عارف انت داخل ازاي.